إدخال الكهرباء من خلالها يولد حقلاً مغناطيسياً مركزاً حول الدوار ويولد قوة ميكانيكية. تصنع اللثات من عدة أسلاك نحاسية مجمعة بواسطة آلات مبرمجة. كلما كان المحرك كبيراً كانت الأسلاك كبيرة في اللثة. في هذا المحرك كل لفة عبارة عن 13 جديلة من النحاس. الآن يربط العمال اللفات وهو ما يمنع الأسلاك من أن تتفكك عند إدخالها في ثقوب الجزء الساكن. يغطي العمال كل لفافة بالعازل من الزجاج الليفي، ثم يعزلون قطعة اللفيفة الباقية خارج الثقوب بورق الزجاج الليفي. بعد ذلك يقحمون أوتاد الزجاج الليفي لتثبيت اللفات داخل الثقوب. بعد إدخال اللفائف وعزلها يبدأ العمال بإعداد الوصلات. إنهم يدخلون قطعة وصل أكريكية في طرفي كل لفافة. 13 لفيفة يقابلها 26 طرفاً. لاحقاً يجمعون الأسلاك المعزولة في كابلات ضخمة للطاقة. عدد القضبان في كل كابل يختلف حسب سرعة المحرك وقوته الفولتية. تلحم الأسلاك المجموعة معاً وتعزل الكابلات. يوضع البعض منها في الساكن ويترك الباقي حراً لربطه بمصدر الطاقة عند تركيب المحرك. الآن باستعمال حبل من البوليستر المقاوم للحرارة والكيميائيات يجمعون اللفائف بقوة ويتأكدون من أنها لم تتحرك عند دوران المحرك، وتعرف وحدة اللفائف المجموعة بلفيفة العضو الساكن. ثم يغمسون العضو الساكن في البرنيش المزود بالبوليستر ويخرجونه منه. هذا التغميس الدقيق يجعل العضو الساكن مقاوما للرطوبة. لاحقاً يوضع الساكن في الفرن مدة 6 ساعات بمعدل حرارة تصل إلى 135 درجة مئوية، فيتصلب البرنيش ويجعل لفيفة ساكن صلبة. والآن يجب موازنة الدوار، فإن كان لا يعمل بطريقة جيدة يهتز المحرك ويكون الأداء ضعيفاً، لذا يوازنونه كما يوازن الميكانيكي إطارات السيارات بدقة تصل إلى 100 مرة أكثر من. يسخنون الوسادات لتوسيعها ولتركيبها بسهولة، ثم يقذفون الهواء البارد لتتقلص وتصبح صغيرة، ويلجؤون إلى العملية نفسها مع غلاف المحرك الخلفي. يسخنون المروحة ويضعونها على الغطاء الخلفي. تتولى المروحة تبريد المحرك عند العمل حتى لا يسخن كثيرا ويتعطل. تغطى المروحة بجهاز سلامة ويوضع غلاف على الجهة الأمامية من المحرك. تجرى فحوص عديدة على المحرك بهدف تقويم القوة العازلة والأداء من بين أمور أخرى. تصمم المحركات الصناعية للاستعمال في المصانع وفي الآلات المتعددة كحزام النقل والمضاقات والمراوح والمضغطات.